مرحبا بكم. 7 أشهر من الحرب لم تكن كفيلة لإسرائيل للقضاء على حماس والتي وضعتها هدفا نصب عينيها، ليشتد القتال أكثر بعد أيام من الهدوء النسبي. ففي جباليا وثقت فيديوهات القتال الشرس بين طرفي الصراع، لكنها كشفت أيضا عن تكتيكات جديدة لحماس تستخدمها لاستهداف القوات الإسرائيلية التي عادت للمخيم بحثا عن قادة الحركة وعناصرها. بين تفخيخ المدرعات وقنص الجنود وتفجير البنايات والأنفاق اختلفت الطرق، لكن الهدف واحد وهو الجنود الإسرائيليون، حيث أعلنت حماس مقتل أكثر من 12 جنديا في معاركها بجباليا، فيما أكدت إسرائيل مقتل عناصر من كتائب القسام. مراسلنا مشاهدينا في غزة محمد بعلوشة أكد أن الجيش الإسرائيلي يقوم بسياسة تهديم مخيم جباليا منطقة تلو الأخرى حسب الخريطة. أما في حي الزيتون فانسحب الجيش بعد أيام من معارك ضارية من دون ذكر الأهداف التي حققها بالقتال فيه للمرة الثالثة منذ بداية الحرب. وبالرغم من تفوق قدراتها العسكرية على قدرات حماس بكثير، لكن يبدو أن إسرائيل عجزت حتى الآن عن إخماد تحرك الحركة في القطاع، وباتت تلاحقها من منطقة لأخرى، لتتحول الحرب إلى حرب عصابات بحسب تقرير لصحيفة وول ستريت جورنال التي أكدت أن إسرائيل تورطت في معركة طويلة مع حماس التي تتبع أسلوب حرب العصابات بشكل يجعلها غير قابلة للهزيمة ويؤدي لاستمرار القتال إلى الأبد. وفي الوقت الذي تتوسع فيه المعارك في الشمال، يستمر الهجوم الإسرائيلي على رفح جنوباً، لتؤكد القسام أن الاشتباكات التي تخوضها في رفح أدت إلى مقتل جندي إسرائيلي هناك. ينضم إلينا من القاهرة لواء محمد عبد الواحد، الخبير العسكري والاستراتيجي. لواء محمد، مرحبا بك معنا. في الحقيقة قبل قليل أعلنت كتائب القسام أنها مستعدة لحرب استنزاف طويلة مع إسرائيل. الإعلام الإسرائيلي بدوره تحدث عن أن المعارك الحالية في جباليا هي الأكثر ضراوة منذ بدء حرب غزة. السؤال المحوري اليوم، يعني ما سبب هذا التطور في أداء حماس؟ أهلا بحضرتك وأهلا بمشاهدينك الكرام. يجب أن نعترف أن الحرب غير متكافئة. إسرائيل هي واحدة من أقوى الجيوش في المنطقة، لديها قدرات عسكرية هي الأولى في منطقة الشرق الأوسط، قدرات تكنولوجية، دعم أمريكي ودعم غربي، وكل ده الحقيقة كان ليها أهداف خفية وأهداف عالمية من الحرب إلى على غزة. لكن سبب هذه الإخفاقات هو تضارب في الدوافع وتضارب في الأهداف. الدوافع كانت دوافع مرتبكة مختلطة، منها ما هو أيديولوجي ومنها ما هو سياسي واقتصادي، لكن إطالة أمد المعركة وصمود المقاومة أربك الاستراتيجيات، وأصبح أنه لا يوجد استراتيجية أو رؤية لدى إسرائيل. الدافع دافع انتقامي وتدمير أكبر جزء من غزة، يعني في سبيل أن تجعل المنطقة غير قابلة للحياة، وبالتالي يتم التهجير فيما بعد، ولها مآرب اقتصادية ومآرب سياسية ومآرب أمنية أخرى. حماس الحقيقة وظفت قلة عددها باتباع استراتيجيات تقوية لتكون موقفها قوي. أهم شيء أنها اتبعت اللامركزية في الحرب، وأصبحت الحرب هي عبارة عن حرب شبيهة بحرب الشوارع، ولكن هي خدت جزء معين من حرب الشوارع وهي الحرب الشبحية،
إن مجموعة أفراد تظهر ثم تقوم بعملياتها ثم تختفي مرة واحدة وكأنهم أشباح في المعارك. من الصعب اكتشافهم أو من الصعب من أين يأتوا ومن أين يختفوا. وظفت قدراتها القتالية المرتفعة لتعويض الضعف، وظفت المهارات القتالية، تجنبت المواجهات المباشرة ولا تظهر المواجهات المباشرة ألا للضرورة القصوى، وتحول المعركة إلى حرب صفرية ما بينها وما بين الجنود، وتعمل هنا عنصر المفاجأة. عنصر المفاجأة ده بيربك الجنود الإسرائيليين على الأرض. أولا فكرة المبادئة جزء مهم جدا في العملية القتالية، فبالتالي هي بتفرض إرادتها في المنطقة. ثم الجزء الثاني إنها اتبعت كل أشكال حرب العصابات وحرب الشوارع، من حيث الكمائن، من حيث تفخيخ الدبابات، ضرب الدبابات والمجنزرات، إلى متى بسيطة. لواء محمد، إلى متى يمكن أن يعني تظهر نتيجة هذه الآليات التي ستستعملها حماس؟ إلى متى يمكن أن تصمد حماس؟ وفقا للمخزون والقدرات لديها، سواء قدرات بشرية أو قدرات معدات، في المعدات يعني هي لا ننسى أن غزة بالكامل محاصرة حصار شديد، سواء من البر أو من البحر أو من الجو. وهذا ما راهن عليه نتنياهو في بداية الحرب، يعني في بداية الحرب في أكتوبر كان بيطلب مهلة أسبوعين لمنتصف أكتوبر حتى ينهيها، ثم إلى منتصف نوفمبر، واستمرنا لغاية 120 يوم حتى الآن ولم يستطيع أن ينهيها. وبالتالي هنا المقاومة فاجأت إسرائيل بقدرتها وصمودها، واستخدمت جزء مهم جدا في إدارة الحروب وهو بنسميه اقتصاد الحروب. يعني كل طلقة لها قيمة، كل طلقة مسدس أو طلقة بندقية أو طلقة أربوجي لها قيمة معينة يجب أن تصيب. ما فيش يعني أي داعي لعملية استنزاف الموارد. عايشين في ظروف صعبة جدا، لكن عوضوا هذا بالعقيدة القتالية. هم لديهم عقيدة قتالية عالية، روح معنوية عالية، وبالتالي في هدف. بخلاف على المقلب الآخر من الجانب الإسرائيلي، لواء محمد اعذرني على المقاطعة، ماذا يعني عودة الجيش الإسرائيلي إلى مناطق أعلن بالفعل هو تطهيرها؟ الحقيقة الجانب الإسرائيلي عنده حسابات عسكرية معظمها كانت حسابات خاطئة. يعني العودة إلى جباليا وحي الزيتون مرة أخرى كلها حسابات خاطئة. يبقى هو قال إن تم العودة لأن حماس أو المقاومة بتعيد ترتيب صفوفها مرة أخرى، وبالتالي بنى حساباته على معلومات استخباراتية خاطئة. وشفنا هذه الأخطاء منذ بداية الحرب من يوم 7 أكتوبر، والمعلومات الاستخباراتية معظمها معلومات خاطئة، على الرغم من أنه يعني تم القبض على عناصر من حماس وتم القبض على مدنيين وتم استجوابهم ومعرفة تفاصيل دقيقة، لكن حتى الآن لم يستطيع تحديد جميع الأنفاق، لم يستطيع تحديد أماكن الورش التي يصنع منها السلاح، لم يستطيع القبض على حماس أو تصفية قيادات حماس، لم يستطيع تحرير أسير واحد أو رهينة واحدة حتى الآن. وده طبعا إن عنده معلومات خاطئة، تقديرات خاطئة، زي ما قلت لحضرتك اختلطت الدوافع بالأهداف. وكمان في كذب كثير جدا للدعاية الإسرائيلية إنه لا يوضح للرأي العام الإسرائيلي حقيقة الحرب. يعني الإعلام في إسرائيل إعلام الحقيقة موجه فيما يتعلق بالحرب، وبالتالي لم نرى مثلا مظاهرات كبيرة جدا بسبب حجم الخسائر البشرية أو الخسائر في المعدات. يعني هو بيخفي جزء كبير جدا على الشعب الإسرائيلي. طيب فيما يتعلق، وأنا أتخيل إن ده هيواجه فيها مشكلة بعد الحرب. فيما يتعلق بالدعاية الإسرائيلية، عودة الجيش الإسرائيلي اليوم إلى وسط وشمال القطاع، ألن يعرقل عملية رفح؟ لأنه كان مزمع نقل النازحين في رفح أو يعني المدنيين إليها، إلى هذه المناطق. عملية رفح الحقيقة يعني هي
إسرائيل لم تعد لها إعداد جيد. الولايات المتحدة الأمريكية طلبت أن تكون هناك خطة لعملية التهجير أو نزوح المدنيين من رفح، وجدول زمني لها وطريقة آمنة للنزوح. إسرائيل لم تعد هذا مطلقا، كانت تستخدم ورقة رفح كورقة تفاوضية تستطيع منها أنها تهدد المقاومة أو تضغط على المقاومة لأنها تكسب أوراق تفاوضية عالية، ولكنها لم تستطيع حتى اللحظات الأخيرة. ونعلم تماما أن رئيس الوزراء نتنياهو دائما ما يعتمد سياسة شد جميع الأطراف والضغط من المنتصف، وكمان بيعتمد سياسة حافة الهوية، يعني وصل أنه فعلا بالفعل عمل عملية عسكرية في رفح في جزء بسيط جدا حتى يرعب المقاومة ويوصل إلى اتفاق، ربما مش عايز أقول مفاوضات لأنه هو يرفض تماما المفاوضات، هو يريد أن يملي شروط وإلاءات على الطرف الآخر. نعم، شكرا، عذرا لضيق الوقت، لواء محمد عبد الواحد الخبير العسكري والاستراتيجي، كنت معنا من القاهرة.